اهم جزئيه بنصح بيها بنات كتير، لان عرايس كتير وقعت في المشكله دي وتسببت في مشكله كبيره جدا في اول الجواز ما بينها وما بين جوزها. لو حضرتك عندك الدوره والدوره خلاص مثلا هتخلص والفرح خامس يوم او سادس يوم، ما تستحبيش من لسانك وتقولي للعريس اصلا انا الدوره لسه كانت خلصانه من عندي، فبعد بقى ما حصلت العلاقه تروحي جايه كده تقولي له ايه، اصلا انا مش عارفه ان الدم اللي نزل بقى دوت دم من الغشاء ولا دم باقي دم الدوره، اصل انا ساعات الدوره بتقطع عندي يومين وبعد كده ترجع تنزل تاني. لوك 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 لوك، رغي رغي. العريس هيسمع الكلمتين وقلبه بقى هيتوغوش، واحنا عارفين بقى الوسواس، وهيحكي لمامته وهيحكي لاخته، لا اصل هي ما كانتش بنت، لا اصل انا مش عارف الدم اللي نزل ده دم الدوره ولا دم، بصوا اسم موضوع الدم والملايه السرير والشرف وغشاء البكاره، الدراما والسينما والمعتقدات وكلام الامهات والحاجات دي كلها، فعمل وسوس او عمل هسهس يعني في عقل البنات والستات والشباب ويعني مو كلنا. فانا بكلمكم دلوقتي من تجارب بقى بنات كتير وتعليقات كتير جات لي وقرايب واصحاب وحاجات كده. فحضرتك الموضوع دوت خاص ما بينك وما بين جوزك، ما فيش حاجه اسمها اكلم حماتي فيه اكلم مش عارفه مين فيه، دي حاجه خاصه ما بينك وما بين جوزك، وكل واحده بتبقى عارفه نفسها، والراجل اللي داخل واحد واحده من بيت ناس محترمين يعني هو واثق فيها. دي حاجه كده في المعتقدات بتاعتنا، وطبيعي ان كل راجل شرقي بيحب ان هو يكون اول واحد في يعني حياه مراته او اول واحد يلمس مراته، ده طبيعي جدا، بس ما تخليش الموضوع ياخد حجم اكبر من حجمه، والكلام اللي ملوش لازمه مش لازم نقوله للرجاله عشان الرجاله ما بتفهمش الكلام ده.